مي فخري عارضة الأزياء والفنانة المصرية الشابة، فاجأت الجميع بالإعلان عن ارتدائها الحجاب، كما أعلنت ابتعادها عن التمثيل، حيث نشرت صورة لها بالحجاب عبر حسابها على الإنستجرام، وعلقت على الصورة: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما ينبغي لجلالة وجهه وعظيم سلطانه، اللهم الثبات. وقد حذفت جميع صورها السابقة قبل ارتدائها للحجاب، مكتفية بوضع الصور التي ترتدي بها الحجاب، وغيرت التعريف المكتوب عنها في صادرة حسابها ليصبح: كانت ممثلة وعارضة أزياء، والآن مجرد إنسانة أقل من العادي. وصرحت بأن موضوع التمثيل مش عايزاه تاني، وقررت الابتعاد عنه نهائيا. اللهم ثبتها واصلح حالها وحال جميع دخول المسلمين. في تفاصيل انتوا ممكن ما تصدقوهاش والله العظيم، بس الناس اللي كانت حواليا كانت واخداني لحته تهت فيها من نفسي. وصلت لمرحلة أنا مش عارفة أنا مين ومين الناس دول وهم بيعملوا كده ليه ومين الصح، أنا صح ولا هم الصح؟ كان هو ده الغلط اللي أنا وقعت فيه، إني أفكر أنا الصح ولا هم الصح. الحقيقة أنا لازم أفكر كنت فين الصح عشان أروح ورا. ولما لقيت نفسي بنزل لتحت بروح كأنك بترمي نفسك من على جبل وأنت شايف إنك بتقع من عليه ومش عارف تعمل إيه، أنا كان بيحصل لي كده. لما وصلت لمرحلة الجبل اللي أنا خلاص هقع من عليه، فكرت كده لحظة في وسط كل الناس اللي حواليا دي، هو إيه اللي بيحصل؟ أنا أخرج من ده إزاي؟ مش هيسيبوك. وصلنا لمرحلة إن كل اللي حواليك بيشككك في يقينك بربنا، وإنه مش طبيعي يعني أي حاجة تحسها أو قلبك يقولك عليها هتبقى دي حاجة من عند ربنا، يعني أنت مش شيخة، يعني أنت يعني ما أنتش يعني مكشوف عنك الحجاب يعني انتي. وصلنا لمرحلة انه انا واستغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم شكيت في احساسي اللي ربنا بيديهولي ان هو يمشيني على الصح وانه ابعد عن الغلط. شكيت مش قادرة اقول لكم ايه اللي انا شفته من بعد. ما شكيت انه ممكن كل الفتنة اللي حواليا وكل حاجة حواليا حاصلة بشكل طبيعي جدا وكل الناس بتعملها انه هي ممكن تكون صح. خليني احكي لكم بعد كده انا ايه اللي حصل لي بعد، لانه الموضوع هياخد وقت طويل اوي.